هذه الاستعداد جاري لانطلاقة الشوط السادس في المجموعة الثالث شواط القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات انطلق بحفظ الله وسلامته انطلق مبكرا شعار لزيح هذا عجلان للسيد سعيد بن حمد بن لزيح عجل بانطلاقه في أول المراكز أما اللي في الثاني المراكز أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات هذا شعارها للمنصلال هذا الفائز السيد محمد بن جار الله بن ذروة في ثاني المراكز أما اللي في ثالث المراكز هذا سراب هذا شعار الغزيل اللي فازت قبل قليل هذا سراب للسيد عبد الرحمن بن جابر الضرمان في ثاني المراكز في ثالث المراكز رابع المراكز هذا هو مليار للسيد سعيد بن حمد باللي زي حل مر في هذه اللحظات مع مليار هذه في هذه اللحظات مليار في رابع المراكز اما اللي خامس المراكز لفان للسيد علي بن عبد الهادي الغي الثاني مع لفان في هذه اللحظات في خامس المراكز رح مع اللي زيح راح اللي زيح مع عجلان في اول المراكز هذا عجلان ودعود ملكيه عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري مع عجلان في هذه اللحظات وهذا الشعار صاحب نقطة في صباح في صباح هذا اليوم وهذا هو عجلان في هذه اللحظات يقود هذا الركب وهذا الثرب من الصبك في هذه اللحظات هذا هو عجلان كما تشاهدونه وللسيد سعيد بن حمد باللي زي بحل المري في أول المراكز أما اللي في ثاني المراكز هذا هو الفائز للسيد محمد بن جار الله بن ذروة المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز ثالث المراكز هذا هو مليار بتعود ملكية مليار للسيد سعيد بن حمد بن زيبي حل مري مع مليار في ثالث المراكز رابع المراكز اللي وصل هذا هو سراب للسيد عبد الرحمن بن جابر بن ضرمان المري في رابع المراكز وخامس المراكز هذا هو لفال للسيد علي بن عبد الهادي الغي ثاني روح مع اللي زيح راح اللي زيح بالناموس في حتى هذه اللحظات كسب الفرصة شافنا ننزح في المراكز المتقدمة وسارح ما شاء الله تبارك الله مع عجلان وعجل بالانطلاقة مبكرا عجلان السيد سعيد بن حمد باللي زي بحل المري هذا هو عجلان كما تشاهدون على شاشة التلفزيون في هذه اللحظات في أول المراكز بتعود ملكية عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زي بحل المري يبي يحطم التوقيت عجلان وسعيد بن حمد اللي زي يحب يحطمون التوقيت في هذه اللحظات في هذا الشوط اللي في ثاني المراكز مليار بتعود ملكية مليار للسيد سعيد بن حمد باللي زي بحل المري ولكن روح مع اللي في اول المراكز هذا هو عجلان بتعود ملكية عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زي بحل المري انطلق مبكرا عجل بالناموس هذا هو عجلان كما تشاهدونه وهذا الشعار كما راينا ما هو رايتموه على العديد والعديد من السبق في هذه اللحظات هذا هو عجلان ينضم الى سرب هذه السبق هذا عجلان السيد سعيد بن حمد بن زيح المري في هذه اللحظات في اول المراكز مسيطر سيطره تامه اما اللي واصل في ثاني المراكز كما ارى من على بعد هذا هو مليار يدعو ملكيه مليار السيد سعيد بن حمد بن زيح المري في هذه اللحظات في اول المراكز وثاني المراكز ولكن عجلان حتى هذه اللحظات في اول المراكز مسيطر عجلان وانتزع المركز الاول عجلان وسيطر على الناموس عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري والنقطة الثانية له في سباق هذا اليوم هذا هو عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري كما تشاهدوا هذا الرقص على هذه على شاشة التلفزيون هذا هو عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري نقول تهانينا والناموس له على هذا الفوز اما اللي في ثاني المراكز واللي واصل مليار اشوف مليار من على بعد هذا هو مليار للسيد سعيد بن حمد اللي زيح ولكن عجلان راح يا مليار هذا عجلان بتعود ملكية عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري انتزع المركز الاول وسيطر سيطرة تامة منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات عجلان للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز اما اللي في ثاني المراكز مليار بتعود ملكية مليار للسيد سعيد بن حمد باللي زيح لك منا مليار تهنية مغلفة بالورد والياسمين في صباح هذا اليوم لسعيد بن حمد اللي زيح ثالث المراكز هذا هو شعار السراب للسيد عبد الرحمن بن جابر
بن ضرمان قلت هانينا والناموس التوقيت الزميلي هذا الشوط 4 دقائق 42 ثانية 41 جزء من الثانية. أفضل توقيت مع عجلان السيد سعيد بن حمد باللي زي بحال المري.